هاد الخط المباشر ديال اليوم، الخط المباشر ما بين الدار البيضاء وبوعرفة، اولا عنده اهميه خاصه حيث انه غادي يسمح لنا حنا كشركه طيران كحدود الملكيه المغربيه نساهموا في العزله ديال المنطقه ونساهموا التطور والازدهار السياحي والاقتصادي ديال المنطقه. وانتم عارفين بانه هذه المنطقه عندها واحد الطابع سياحي خاص، وهذا الخط غادي يعطي هذا الدعم هذا لي زوبيراتور ديال السياحه ديال المنطقه باش يقدروا يجذبوا السياح للمنطقه ديال بوعرفه وفي كيك، ويعطي واحد الدفعه اقتصاديه مهمه للمنطقه كامله ان شاء الله. وشكرا.